رحلة صيد زياط الفتاي وهبادة بوهاريا العصافير تويتر. النظام حلو مفيش كلام، والتخصص مطلوب كمان حتى في ترديد الشائعات ونشر الأكاذيب وتداول المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا. وده شعار الاتنين اللي أشهر من النار على العالم اليومين دول، أخونا زياط الفتاي وأخينا هبادة بوهاريا. وبعد مجهود كبير في الكذب والغش والخداع اليومين اللي فاتوا، قرر الفتاي وابو هاريا نقل نشاطهم لموقع التدوينات القصيره تويتر، وهو يسلي وقتهم هناك ويصطادوا عصافير زي ما يحبوا. بالنسبه لاخونا زياد الفتاي، فده قرر زياده حروف التويتات الى ما لا نهايه، خلى فتيو بدون توقف. يعني تلاقيه مثلا داخل في السياسه الخارجيه للدوله، يقيم وينتقد ويبني كسور علاقات ويهدم تفاعلات مع دول تانيه ويشتم شعب البلد دي ويحب في اهل دول تانيه. الحكايه بقى مع الاستاذ زياد بتمشي بالشبه، يعني لا في ثقافة ولا دراية ولا قراءة معمقة للمشهد ولا أبعاد استراتيجية ولا نطاق إقليمي ولا مصالح عليا ولا يحزنون حتى. المهم الريتويت والفولورز بتوعه يرزعوا قلوب حمراء على تويتاته. أما أخونا هبادة بوهاريا فكل تركيزه بيكون على الحسابات المضروبة، وتقريبا قرار إدارة تويتر الأخير بحذف الحسابات الوهمية ضيع شقة عمره. لكن الصراحة الراجل ما استسلمش وشغال شغل من نار. ايش حساب باسم مش هتمشونا على مزاجكم، وحساب تاني باسم ثورة حتى النصر في مدينة نصر، وبأقصى سرعة بيملى الحسابات دي بكل ما لذ وطاب من التويتات السبايس الحراقة اللي بتعمل أعلى ريتويت في ثواني معدودة. وبكده نقدر نقول ان رحلة هبادة بوهاريا وزياط الفتاي لصيد عصافير تويتر انتهت بسلام.